السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد انتهاء البطولة وضمان الفريق البقاء رسميا بعد قليل. وهناك ايضا ولنجاح سيرورة هذا الاجتماع طوابق الأسرة الرياضية لاتحاد مدينة عنابة بمختلف شرائحها وهي قدماء. نذهب مباشرة الى صرف الموضوع. اتحاد عنابة ليس من صالح فريق اتحاد عنابة جملة وتفصيلا. نذهب للمحور الاول وهو الجمعية العامة هي خارجيا مقننة تحت شجرة قوانين تضبط هذه الجمعية. ما يراه الجمهور العنابي هذه الجمعية العامة تتمثل فيه. وبمناسبة حضور لاعبي اتحاد عنابة كما هو في البطولة الجزائرية في الجمعية العامة لكل فريق هناك قادات عادل معيزة وبالذات أن يعطينا تفسير عن أن لا يوجد أي لاعبي قدماء اتحاد عنابة لأول مرة نظن نرجع واحد الكلمة يعني يقولوا بلي قدماء اتحاد عنابة راهم بعاد على الفريق ولا نظن شيء لي أول حاجة الشيء اللي جابنا لهنا لالينيو هادي سي دعوة رسمية جاتنا دعوة رسمية البارح نظن كانوا اللاعبين هنا الكل كما يقول لك الإنسان لا غالب كل واحد والتربية تاعه كل واحد والأخلاق تاعه نظن احنا فانت كارير تاعنا كما أنا 2003-2004 تحبست من الفريق هذا اتحاد عنابة. الشيء اللي قاله الأخ أنه في الجمعية العامة نظن كاين لاعب ولا لاعبين جكروا دي زونسيان جوار جكروا حسين رباط ومودي.